بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، أتمنى لكم ولأحبتكم السلامة ولجميع المتعلمين التوفيق في هذا الظرف الغريب. كنا قد انقطعنا عن استكمال مادة الداتابيز في الجامعة الإسلامية بسبب حالة الطوارئ والظرف الذي يمر به العالم، مش بس بلدنا. واليوم إن شاء الله سنكمل في هذه المادة، وزي ما أنتم شايفين راح نكمل أونلاين، ولما نكمل أونلاين راح يختلف علينا شوية أمور. وهذا الفيديو القصير هدفه هو شرح كيف راح تكون إن شاء الله المادة معنا لما نكمل فيها أونلاين. تركيب المادة شوية اختلف، وإن شاء الله بيكون اختلف للأفضل. راح نمر بشكل سريع على كيف إحنا ناويين إن شاء الله نطرح هذه المادة، ونفرجيكم مثال على الموديل على السريع. بداية، إحنا إن شاء الله راح نعمل أونلاين ليكتشر أو ليكتشر inspired by حاجة اسمها Flip Teaching Model. في الفليب تيتشينج موديل، المدرس بيعطي للطالب المادة قبل ما يشرحها، أو بيكون الطالب عنده المادة التعليمية بيطلع عليها، وبيكون المدرس مثلا مسجل للطالب فيديوهات، عامل له كتابات لازمة نشره اللي بده إياه. وبعد ما الطالب يتعلم المادة بتدخل المدرس وبيحكي مع الطالب عشان يخلي فهم الطالب لهذه المادة أحسن، وعشان يجيب على أسئلته لو كان في عنده أسئلة. هذا النظام صراحة أنا كنت من زمان ناوي أعمله بس الفصل الجاي، ولكن خلينا نستغل هذه الفرصة، وأنا أحسب أن التعامل بهذه الطريقة راح يكون إن شاء الله أحسن كمان من المحاضرة العادية. كيف راح نشتغل في مادة الداتابيز؟ راح نشوف، راح يكون إن شاء الله عندنا تقسيم المادة لمجالين: المجال النظري اللي هو عندي، والمجال العملي اللي هو اللاب عند المعيدين. بالنسبة للمجال النظري، احنا حنكون في عنا موديل، وهلقيت راح نشوف كيف شكله. كل الطلاب اللي عبوا فورم إثبات الوجود اللي سألتكم عنه موجودين الآن على الموديل، وراح يكون عندهم يوزر نيم وباسورد. باستخدام هذا الموديل راح نحط المحاضرات في أيام الثلاثاء، يعني مثلا اليوم الاثنين 16 مارس، بكرة هيكون يوم الثلاثاء 17. في يوم الثلاثاء راح ينزل المحاضرات المصورة اللي بتشرح اللي وقفنا عنده في المادة في هذه الحالة شابتر 5، وراح يكون مع المحاضرات كوزات. والمفروض من الطالب انه يمسك المحاضرات هاي ومعاه من يوم الثلاثاء اللي هو بكرة ليوم الاثنين من الأسبوع القادم 6 أيام، بسرعته وبطريقته اللي هو بحبها، انه يمسك الماتيريال ويتعلمها. يعني يمسك المحاضرات اللي رفعت له اياها، يسمعها، يقرأ الكتاب ويحضر المحاضرات سوا، يقرأ الكتاب مرتين والمحاضرات مرة، يسمع المحاضرات مرتين والكتاب مرة، اللي بده اياه سيلف بيست. وانا بفضل اصلا انه يطلع على الكتاب بعدين يطلع على المحاضرة ويرجع يطلع على الكتاب، هو بيرتاح زي هيك يعمل زي ما بده. وخلال هذا الوقت اللي هو من يوم الثلاثاء ليوم الاثنين، الطالب بيكون مطلوب منه انه يحل الكويزات اللي موجودة على الموديل اللي هي بتفتح لما ينزلوا المحاضرات. يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بتسكر المحاضرة، بتسكر الكويزات، ولما تسكر الكويزات بتطلع نتائجها. يعني هو بيكون شاف المحاضرة وقرأ الكتاب وتعلم الماتيريال، وبعدين حل الكويزات اللي على الموديل. ويوم الاثنين بنحسب له آخر محاولة له في الكويزات، وبنقول له اللي جاب فيه صح هي صح، واللي جاب فيه غلط هي غلط. وطبعا هو بيقدر يشوف هذا الكلام على الموديل. ويوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 12:15 بيكون فيه لايف ديسكشن، بيكون فيها يعني انا موجود معك وفيها لايف عشان نناقش الحاجات اللي موجوده في العلم
تبع اللي نزل يوم الثلاثاء اللي فات، يعني علم الأسبوع. وهذا هو التدريس المقلوب، يعني إحنا ما بنحكيش، المدرس ما بيحكيش مع الطالب وجها لوجه إلا بعد ما المدرس إلا بعد ما الطالب يكون أصلا تعلم الماتيريال. ولهذا الأسلوب فوائد جمة، وعدكم إن شاء الله راح تحسوه، ومش راح تحسوا بالفرق كتير كتير عن التدريس العادي، لأنه أنا راح أكون بسجل الفيديوهات، فكأني وقفت قدامكم وشرحت لكم الماتيريال، وبعد ما فهمتوا الماتيريال اللي احنا تناقشنا فيها راح يكون نفس الجدول لللاب، بس المعيدين راح ينزلوا فيديوهات اللاب يوم الجمعة، وانت راح يكون معاك ولا يوم الاثنين تحلوا اللاب وورك. اللاب أصلا راح يكون شكله فيديو قصير، بعدين لاب وورك سهل، بعدين فيديو كمان فيديو قصير ولاب وورك سهل، وهو الطالب قاعد بيحضر في الفيديو في الفيديوهات بحل اللاب وورك اللي هو بيكون represented as an assignment على المودل. وبعد ما يخلص اللاب ووركس اللي هو مفروض يسلمهم كلهم قبل يوم الاثنين الساعة 11 المساء، بيكون معه ليوم الجمعة الصبح الساعة 6 الصبح يسلم الهوم وورك. وطبعا لو بده يسلم الهوم وورك قبل، الهوم وورك بينزل يوم الجمعة الأول، ما بده يسلمه السبت يسلمه فيش أي مشكلة. تمام، نتفرج مثلا على هذه الصورة على هذا الموديل اللي هو هيكون الموديل تبعنا. مثلا اليوم هذا الفيديو هو اللي انت بتتفرج عليه، لقيت والادمنستريتيف نوتس هو البي دي اف اللي كنا بنقراه سوا، وهذه الحاجات هي اللي خلصناها اصلا، السلايدات اللي خلصناها. والان عشان يتعلم الطالب هيلاقي في عنده ثلاث فيديوهات، هدول الثلاث فيديوهات بيشرحوا شابتر خمسة، كل واحد فيهم بيشرح موضوع موجود في شابتر خمسة. بعد ما يحضرهم كلهم الطالب مطلوب منه يحل هدول الكويزات. لو اطلعنا على الكويز نلاقيه اصلا بيفتح يوم الثلاثاء 17 الساعة 1، ومع الطالب لا يوم الاثنين الجاي الساعة 10 الصبح يحله. بعد ما يحله ويعرف النتيجة ويشوف هل إيش هو جاب صح إيش هو جاب غلط، يراجع نفسه، بيكون بنزل يوم الثلاثاء هنا رابط لللايف ديسكشن، بنفتح اللايف ديسكشن وبكون مع كل مدرس في مكالمة لايف مع كل الطلاب اللي فهموا المادة وحابين يسألوا أسئلة أو يزودوا معرفتهم عن التوبيك. ما يخدعكوش إنه لما يكون في أسئلة هنا في الكوزات تكون هي بس المطلوبة في المادة، طبعا مستحيل الواحد يحط أسئلة كوزات بتغطي كل الشابتر اللي فات، فاحنا بنختار شوية حاجات بنحط عليها أسئلة. وطبعا الكوزات انت بتقدر تحلها open book عادي، بتفتح الكويز وبتفتح الكتاب وبتحلها. الغرض من الكويز هو مش انك تلم علامات كتير، الغرض من الكويز هو انك بس اني اتأكد انك اصلا قرأت المادة. مطلوب من كل طالب انه يحل كل الكويزات في كل الاسابيع، وهذا هو اول متطلب عشان انت تعدي المادة، انك في كل اسبوع لازم تفتح الكويزات وتحلهم open book. طبعا كل الكويزات بما انك قاعد تعمل شغل فاحنا راح نحسبهم 10% من المادة، وتنساش انهم open book، وتنساش انك بتقدر تجي فيهم علامة كاملة. ولكن لو انت ما درستش وبدكاش تعمل وبدك تحط الكويزات بشكل عشوائي، الكويزات هدول الغلط فيهم بياكل الصح، فمش راح تقدر تجيب علامات منيحة في الكويزات. الان في شرط عشان الطالب ينجح في المادة، انه في كل الكويزات هدول يجيب اكتر من 50%، لأنه لو كان بيجيب أقل من 50% معناته إنه هو بيحضرش المحاضرات. ولو بده يفلت كويز أو أسبوع أو أسبوعين، لو فلت أكتر من أسبوعين مش راح يسمح له يفوت النهائي، فهو بفوت مسموح له بس يفلت أسبوعين يجيب فيهم صفر، يعني ما يحلش الكويزات. لو بيجيب 10% في مرة و100% في المرة الثانية بيكون منيح، بس لو جاب صفر 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 في ثلاث مرات متتالية هذا معناته إنه هو بيحضرش، معناته انه هو مش معنا في الكورس. غير الكويزات هيكون في هوموركات اللي هي هوموركات المعمل اللي بتنزل مع المعمل يوم الجمعة، وانتو بتحلوهم وبتسلموهم معاكم للجمعة اللي وراء تسلموهم. ولازم اي واحد بينجح في المادة طبعا يجيب اكتر من 50% لانه معه اسبوع يحل فيهم، وممنوع ما يسلمش واجبين. مسموح يسلم ويجيب 10% مش مشكلة، هذا بنحسبه انه سلم، لكن لو طنش وما سلمش واجبين هذا معناته انه مش معنا في المادة.
غير هيك في حاجة جديدة اللي هي من كل طالب مسموح إنه مطلوب إنه يعمل حاجة اسمها سمري. الآن المدرس حينزل شوية شرح للمادة، يعني مثلاً هنا أنا منزل شرح عن الـ Advanced Aggregate Functions والـ Window Functions والحاجات هاي. المدرس هو بيشرح مرات كتير بيحكي حاجات زيادة على الكتاب، أو بيحكي حاجات بطريقة مختلفة عن الكتاب، وعشان نخلي البحث في الماتيريال بالنسبة للطلاب سهلة، راح نطلب من كل الطلاب، يعني هذا شغل جماعي على كل الطلاب، إنه يقسموا حالهم. كل طالب مرة واحدة في الفصل عليه تلخيص ملاحظة، تلخيص محاضرة، إنه يسمع المحاضرة ويلخصها على شكل كتابي ويجي يعملها سبميت في الموديل. حيلاقي هنا بيقدر يعملها سبميت في السمري أساينمنت، وهذه التلخيصات بعد ما راجعها بتكون موجودة للكل، وبصير الطالب بدل ما يروح يدور في الصوت بيقدر يدور في اللي كاتبينه زملاته. وفي شروط للتلخيصات بتلاقوها في ملف البي دي اف. كمان حاجة جديدة على المادة انه عشان نتأكد انه الطالب متابع معنا في المعمل، احنا حنطلب من كل طالب على الأقل مرة واحدة في الفصل انه يحل سؤال، يا اما لاب ورك يا اما هوم ورك فيديو، ويرفعه على الموديل. وهذا الكلام محطوط بس عشان نتأكد ان الطلاب كلهيتهم معانا، وطلاب كلهيتهم بيحلوا، وكلهيتهم بيعرفوا يحلوا على الأقل سؤال، زائد الحاجات العادية اللي هي المتام، وراح يكون ان شاء الله في اخر شهر 3 متام، وزنه 20% من المادة، وراح يكون جزء منه عملي وجزء منه نظري، واحتمال برضو يكون في منه جزء مقابلة، يعني جزء شفوي. الفاينل اكزام من هان ان شاء الله لغاية 10/6، يخلق الله ما لا نعلم ونشوف. والبروجكت ضايلين زي ما هم، وبالعكس يمكن الوضع يصير احسن لما يكون اونلاين، قد صار في عنا سيرفر وفي عنا تولز بتساعد الطلاب انهم يعملوا البروجكتس ويسلموا البروجكت بشكل احسن. راح نستخدم في هذه المادة الكتاب العادي، الموديل، وهي رابط الموديل اللي راح يكون مشير معاكم. كل طالب عبى الفورم زي ما قلت، له يوزر نيم وباسورد. عشان تحصل على اليوزر نيم والباسورد بإمكانك تتواصل معايا أو مع المهندس عبد الله والمهندس عبير، تاخد الباسورد اللي بفوتك على موديل هذه المادة. طبعا اللاب زي ما قلنا حيكون في فيديوهات مسجلة من المعيدين، وحيكون في جوا الموديل لاب وورك، وجوا الموديل تسليم هوم وورك. مش راح يكون في لايف ديسكشن للمعيدين حلقيت، لو لقينا انه بيلزم ممكن هم يعملوا واحدة. اللايف ديسكشن اللي حكينا عنها انه المحاضرة المباشرة اللي بيحضرها الطالب اللي فهم اصلا الماتيريال، واحنا بنتناقش المدرس والطالب في الفيديوهات اللي انشرحت، الماتيريال المطلوب منها قراءتها، المطلوب منه يقرأها ويفهمها، لو عنده اي اسئلة عن تفاصيل هذه الماتيريال، في إشي مش واضح، كله بنعمل في اللايف ديسكشن. وأنا أؤكد إنه اللايف ديسكشن ما يحضرهاش الطالب اللي أصلاً ما عندوش فكرة عن الماتيريال، ما بنفعش. لازم يكون الطالب أصلاً قاري وحالل الكوزات وفاهم عن إيش بتحكي الدنيا، بعدين بيجي يحضر اللايف ديسكشن. Explanation Assignment هي اللي حكينا عنها، إنه كل طالب مطلوب منه مرة واحدة على الأقل خلال الفصل كامل إنه يلخص محاضرة، وتلخيص وتسليم التلخيص بيكون خلال 24 ساعة من نشر الفيديو. واحنا راح نقسمكم، يعني نقول لكم كل طالب الفلاني انت عليك تلخيص الشرح الفلاني. هذه كانت الشرح وهذه كانت التلخيص، وزائد انه حيكون في عنا جوا الموديل في كل توبيك بنحكي عنه حاجة زي المنتدى فورم. مطلوب منكم عشان نبينكم يعني عايشين ومعانا في المادة، انه في كل توبيك كل طالب لازم يشارك مرة واحدة على الأقل في الفورم. يعني بيفتح الفورم بيلاقي مثلا ويقول أنا شفت انه هذه الصفحة مهمة، يكتبها، بيسأل سؤال، ولو كانت مشاركتك بس مجرد سؤال ايش يعني هذا يا شباب، واحد شاف السؤال يجاوبه. وبيبين عنا في الموديل انه هل الطالب شارك في الفورم بالنسبة لهذا التوبيك ولا مشاركش. ومطلوب من كل طالب انه يشارك في الفورم تاع التوبك
بشكل إجباري، اللي الطالب ما بيشاركش في الفورم تبع التوبك بنخصم له من معدل الكويزات تبعته. طبعا المشاركة في الفورم حاجة مفيدة إلكم، فمش مفروض تكون صعبة. الحالات الوحيدة اللي الواحد ممكن يحصل فيها بونص في هذا الكورس هو إنه لو كان في فيديو فيه غلط ولا حاجة ولا إشي منشور كان في حاجة فيها بug أو إشي، أول طالب بيعمل ريبورت للبug وبيكون كلامه صح يصرف له بونص. ولو كان في طالب عمل سمري بشكل رائع وأوتستاندينج أو عمل شرح بشكل رائع هياخد بونص من 100. طبعا المشاريع ضايلة زي ما هي، وإشي لابد من التنبيه إليه إنه هلقيت لما تصير الأمور أونلاين حيصير الغش أسهل بكتير، وحيصير الناس ممكن تحل الكوزات غيرها وحاجات زي هيك. وإحنا بنقول بشكل بسيط، إحنا حيكون في عنا شوية ميجرز في الموديل، والموديل بيساعد إنه نعرف إذا فلان بيفوت في حساب فلان أو فلان حل نفس حل فلان، الأسئلة فيها راندوميزيشن وحاجات زي هيك. ولو عرفنا إنه أو لو الموديل قالنا إنه في 2 قاعدين بيغشوا، فإحنا راح نحط 0 للغاشش والمغشوش منه. ولو تأكدنا أنه في واحد قاعد بيقدم شغل واحد تاني على أنه شغله، للأسف أنا مش راح أسمح له يكمل في المحاضرة، عشان الدنيا هلقيتها أونلاين ومحتاجة مستوى أعلى من الأمانة. فأي واحد إحنا بنتأكد أنه قاعد بيقدم لنا شغل واحد تاني على أنه شغله، راح نطلعه من الموديل، ولو بده يكمل كضيف يكمل، ولكن يعتبر حاله مش في المادة، وإن شاء الله ما حدش فيكم بيضطر لهذا الشيء. هذا كان تلخيص البوليت بوينتس الادمنستريتيف نوتس الأساسية في المادة، وهذا الملف راح يكون معاكم وموجود على الموديل، وراح أنشره عندكم على الجروب، وحيكون الدستور اللي بنرجع له وإحنا بنكمل خلال المادة. وهلقيت أول حاجة الواحد يعملها بعد ما يشوف هذا الفيديو إنه يروح يطلب الباسورد تبعته تحت الموديل، وبعد ما ياخدها يفوت هيلاقي الفيديوهات هذه موجودة، يحضر الفيديوهات ويكمل في حل الكويزات. وإن شاء الله بشوفكم لايف يوم الثلاثاء القادم في اللايف ديسكشن تبعت شابتر 5، ويعطيكم ألف عافية.